أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آلك المعصوم. سلام الله عليك يا سيدة النساء أيتها الشهيدة المظلومة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا باب دار الطهر كيف عصرتها، الله أكبر. يا باب دار الطهر كيف عصرتها، قل لي بربك عامدا تؤذيها يا أم أن أصحاب السقيفة عنوة قد أجبروك بعصرة تدميها. هشمت يا باب المنية ضلعها. والله ما أدري شلون أقرأ. هشمت يا باب المنية ضلعها، أنت الذي ترجى بأن تحميها. صرخت فاطمة، صرخت ونادت يا محمد يا أبي. وعلى الخدود مدامع تجريها. وهوت ونادى محسن من تحتها، أيه مثل ابن مريم قاصدا يسلي. يا باب يا باب بالعصرات أسقط محسنا، أويلي. يا باب يا باب يا باب بالعصرات أسقط محسنا،
والنار ترمي جمرها من فيها، يا باب غادرت البتول بشجوها. إيه اريد الكل يجاوب الزهراء، احكوا وياها، انت عند وليدها، عند الحسين، عند عزيزها. يا باب يا باب غادرت البتول بشجوها، والضلع مهشوم إلى باري. قضيت قضيت ومصابها ما مر شبيها، قضيت ومصابها ما مر شبيها، بجوا سبطينها وشبقوا عليها عليها عليها، حنت آه ضمتهم بديها، وهتف بالعرش نحيها. يا 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 أبو حسين يا حيدر، شيل سبطين الزكية، شيل الحسن يا حيدر، وخيا وخيا أرضها والسما حنا نسوية، الفقد بضعة الهاد وينحب الدين. آخر ونا للزهراء، قول آه وياها. يا الفقد بضعة الهاد، عدو ينحب الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. على حب محمد وآله، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. بما أن الحديث عن سيدة نساء العالمين، فأحببت هذه الليلة أن يكون حديثنا عن النساء، عن موضوعة تخص النساء. مقدمتان قبل البحث، أولاً هذه الآية أيها الأحباب تشكل جزءاً من معمار الحجاب إذا جاز التعبير. الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الحجاب في القرآن الكريم لم يتحدث عنه بصورة فردية، بصورة جزئية، وإنما رسم له معماراً نسيجاً معقداً إذا جاز التعبير، شبكة نسيجية معقدة يكتمل بها معمار الحجاب. الحجاب ليس مفردة واحدة، الحجاب أجزاء يكمل بعضها بعضاً، صورة كاملة ترتسم من أجزاء، من ألوان. يبدأ لعله معمار الحجاب يبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا غضوا، أو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بدءاً من غض البصر يبدأ نسيج، أو هكذا تبدأ اللبنة الأولى من بناء معمار الحجاب: غضوا أبصاركم أيها المؤمنون، غضوا أبصاركم،
زين. وطبعا هذا في البين في الضمن، الله تبارك وتعالى يقرر أن الذي يتمكن من أن يغض بصره عما حرم الله مؤمن. لو لم تكن مؤمن ما غضضت بصرك، ما تمكنت من أن تغض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظ، ويحفظوا فروجهم إلى آخره. ويبدأ هذا، يبدأ هذا المعمار بالبناء، يبني نفسه من خلال آيات الله سبحانه وتعالى إلى أن نصل إلى الذروة إلى آخره، لعله في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا. كل ما يقرب إلى الزنا فهو حرام، محل منع عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية، هذه الآية التي بدأت بها المجلس من الآيات الواقعة في بناء نسيج الحجاب، حجاب اجتماعي وليس فردي يخص المرأة، لا لا لا، هو منع الاختلاط، منع أو حجب إمكان الرؤية أو النظر، زين، منع الاختلاط المحرم، منع التلاقي المحرم، منع الزنا بتعبير أدق، منع الزنا ومقرباته، منع الزنا ومقرباته. كيف يتم هذا الأمر؟ يتم من خلال شبكة نسيجية للحجاب. طبعاً وفيها بعد آخر هذه الآية، يعني مو موضوعنا بس هيك هامشي نقطة أذكر بها المؤمنين. هذه الآية أيضاً من الآيات الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده بنات وليس بنت واحدة. أيها الأحباب، المسلمون انقسموا إلى قسمين: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند بنات وفقط خصوص الزهراء عليه السلام؟ مبحث، مبحث اختلاف، لكن اختلفوا انشعبوا إلى فرقتين أساسيتين. فرقة قالت لا بنت عنده سوى فاطمة عليه السلام، وباقي الأسماء التي وردت زينب، أم كلثوم، رقية، أولئك ربيبات لرسول الله، ربائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول وله أدلته، زين. قول آخر قال لا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بنات. نعم، السيدة البتول عليه السلام هي هي البنت الوحيدة التي بقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هالأيام البسيطة جدا، شهر شهرين ثلاثة مو أكثر، على أطول الروايات ست شهور بقت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الثلاثة البقية، الثلاثة الأول، فقبضن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الفرقة، هذا أصحاب هذا الرأي، هذا الاتجاه، لهم في هذا أدلة كثيرة قرآنية وروائية. التفتوا جيدا، يعني ليس بالسهولة أن نقفز عليها أو نعبرها، مو بسهولة نعبر أدلتهم. على رأسها هذا القول: يا أيها النبي قل لأزواجك، والآن هذه فصل، يعني هذان فصلان بينهما فصل، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. صار عندنا ثلاثة: أزواج، بنات، نساء المؤمنين. فحتى الذين أولوا كلمة البنات قالوا المقصود بناتك، المقصود بناتك يعني نساء المؤمنين، أنت أبوهن، أنت مقام الأب للمسلمين جميعا، فبناتك بمعنى نساء المؤمنين. الآية لا تعين على هذا الفهم. لماذا؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، صحيح؟ لو كان المقصود بناتك نساء المؤمنين ماكو معنى، يصير تكرار. قل لأزواجك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين، سيكون هذا المعنى، زين. طبعا ولهم أدلة كثيرة خصوصا روائية عن آل محمد عليهم السلام ومعتبرة، وبعضها صحيح السند، أن رسول الله له بنات. على كل حال مو موضوعنا، سلا ويهاي ولا ويهاي، يحتاج لفد وقفة، يعني ما أرد استسهل الطرح. هاي النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية أيها الأحباب، وهي مهمة جدا، بعض المهووسين، بعض المرضى، بعض مرضى القلوب يعتبرون الحديث عن النساء نوع من أنواع الدنس. دنس، لماذا نتحدث عن النساء؟ ما هي المرأة حتى نتحدث عنها؟ قذر، حديث عن قذر، حديث عن دنس. لو كان هذا صحيحاً أيها الأحباب، لو كانت هذه النظرة المريضة صحيحة، لكنا جميعاً أبناء القذر والدنس، حتى الأنبياء مولوا لا عندهم أمهات، عندهم خوات، عندهم بنات. ليس صحيحاً،
نعم ذاك البعيد أنت مريض، شو نسوي لك؟ أنت مريض، كل حديث عن النساء أنت تعتبره شذوذ وقذر ونتن، هاي مشكلتك مو مشكلة المنهج العلمي. أما علمياً، علمياً أيها الأحباب، فخطة الباري تبارك وتعالى حينما خلقنا الخطة، الخطة الربانية، يا أيها الناس إنا خلقناكم، جاوبوني منين؟ من ذكر وأنثى، هي خطة الله سبحانه وتعالى، هكذا هكذا خلقنا، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصل الخطة الإلهية قائمة على الذكر والأنثى، لا يسعك أن تتعفف عنها. حديث عن قذر، أنت منين طلعت؟ إذا كان هذا صحيح فأنت تلزم نفسك، والصلحاء والشهداء والعلماء والأتقياء، نظرية مال الناس مهووسين أشياء قذرة. على كل حال، هاي النقطة الأولى في المقدمة أيها الأحباب. الآن موضوعنا يتساءل كثير من الناس، هل أن الفروض الإلهية على المرأة قيود؟ هي فعلاً قيود؟ هذه الحجاب، عدم المخالطة، عدم إبداء الزينة، هل هذا تقييد للمرأة، تحجيم للمرأة، أو ماذا؟ ما هي فلسفته؟ نحن الذين نفهم اليوم ونتطلع إلى عالم واسع وعالم منفتح أكثر من اللازم، فنحن نرى ضرورة التساوي، يجب أن نساوي المرأة بالرجل. ما لها معنى هذه القيود؟ ما لها معنى هذه القيود؟ لا وجه لها في هذا الزمن. المرأة تعمل كما الرجل يعمل، نريد من المرأة أن تلبس لباس الرجل، أن تصنع ما يصنعه الرجل، وبالعكس نفس الشيء، لا مشاحة أبداً مطلقاً. إحنا نريد التساوي، تساوي فعلاً فعلاً، ما يجري هنا يجري هنا. زين، هذا أخواني يعني نفس التساوي، حديث التساوي هذا حديث منمق مزين مزخرف، يحتاج إلى وقفة وتأمل. طبعاً اللي يسرع يقبله بسرعة، يقبله زين، وتفتتت عوائل، تفتتت عوائل زين، وتقريباً شبه اندمرت. يعني الدكتور المسيري يقول، دكتور أستاذ فلسفة وكذا، يقول يوم من الأيام كنت أحاضر في جامعة من الجامعات العالمية المعروفة زين، لعله أكسفورد لعله، يقول فوحدة من طالباتي تجي يعني بعمر بنتي أو حفيدتي، هي طفلة بعد، شابة يعني، شابة مقتبل العمر ورجل كبير، فيقول كانت من الطالبات يعني النوابغ، من نوابغ طلابي، نابغة ذكية مثابرة مجتهدة مجدة. قال فترة شفت عليها انكسار وجوم زين، حيرة قلق انطواء على نفسها، التفتوا. قال وأنا أعرفها تميل إلى فلسفة المساواة والحرية الشخصية زين، لك ما تشاء فهذه حريتك، ولي ما أشاء فهذه حريتي، لا أتقيد بشيء ولا تتقيد بشيء، تؤمن بهذا. قال ودائما تشاجرني يعني في الدفاع عن هذا، أنا ضد هاي الفكرة، هي يعني تقول بها نسبية الأخلاق، أنه الشيء اللي أنت تشوفه أخلاقي بالنسبة لي مو أخلاقي، فما أتقيد به، الشيء اللي أنا أشوفه أخلاقي أنت تشوفه مو أخلاقي براحتك، فنسبية الأخلاق، ما عندنا قاعدة مشتركة للأخلاق كما نحن ندعي كما عقلاء البشر هكذا. لكن هاي الثقافات المريضة يعني فلسفات المريضة، ما أريد أدخل في تسمياتها، خاف تطلعني من موضوعي. على كل حال، قال فأجيت سألتها، قلت لها خير، شوفك مو على بعضك، شكو أنا مثل والدي تسولفي لي شكو. قالت له طبعا هذا أذكره على المنبر لسبب واحد، أن النفس، أن هذا النفس المريض يعني بدأ تصديره لمجتمعنا، فإحنا كون نبادر نصنع سدود ضد هذا الطوفان، نصنع سدود أخلاقية معرفية في نفوس أبنائنا وبناتنا، حتى لا يجي، حتى إذا أجى ما يصدقونه، لأنه الآن تسريبات بدأت، موجودة، إذا ما نقف وقفة حزم
في محاربة هذه الأفكار، لا نسأل الله اللطف يعني حقيقة. فسألتها ما سبب انطوائها، انعزالها، تغيرت، تبدلت البنت؟ قالت والله زوجي. زوجي شبي زوجك؟ قالت له علاقة شاذة ليس مع النساء، تعرفون المعنى. زين، سلام الله على نبي الله لوط ولعنة الله على قومه الذين أخزاهم الله ودمرهم. فقالت له أنا ما أقدر يعني أمنع باعتبار حريته الشخصية، هذه فلسفتنا. زين، ما أقدر أمنع، وأنا أرى ذلك بأمي عيني. زين، قالها شاليش يعني متأذية ليش؟ قالت له متأذية يعني ما تقدر تعترف يعني باعتبار هي ملزمة بفلسفة معينة. قالت له والله متأذية لأني أنام على الكنبة الصالة. قالها إذا متأذية أخوان أشتري السرير، ما يخالف إذا هذه أذيتك. يقول وضحكت، قلت لها إلى متى تكابرون على سحق مشاعر الله سبحانه وتعالى التي زرعها فطريا فيكم؟ كافي، إلى متى؟ وين تردون توصلون؟ هاي أنت الآن حالك حال صار لك أسبوع لما رأيت هذا الشذوذ الذي لا ترتضيه الفطرة. فطرة ما ترتضيه، دعك عن الدين عن كل شيء، فطرة لا ترتضيه يا أخي، ما هذا القذر؟ شاهدنا أيها الأحباب، فهذا النفس نفس التساوي، تساوي المرأة مع الرجل في كل شيء، هذا فرض منمق مزخرف مزين يحتاج تأمل. إحنا الليلة نريد نتأمل به شوية. فعلا فعلا الواقع الخارجي، مو دين الآن، ما راح نسولف دين وآيات وكذا، بعدين نجيبهن الآيات وكذا والأدلة الشرعية، لا لا، نسولف كواقع بالواقع الخارجي. هل يقبل واقعها الخارجي وواقعي أنا الرجل الخارجي أن نتساوى؟ نشوف ثمة فروق سايكولوجية وفسلجية. فسلجية تعرفونها يعني بدنية، خلقة ظاهرية البدن. زين، سايكولوجية النفسية، ثمة فروق نفسية بدنية بين الرجل والمرأة. زين، عقلا إذا كان أكو فرق نفسي وفرق جسدي، عقلا لازم نساوي ولازم تصير فروق. كون نساوي وكون نفرق بعض الأشياء، كون نفرق. يعني ما معقول الآن مثلا لو تعاملنا بنظرة تجرد شوية أكثر، لو أخذنا كائن حي أدواته صحراوية كأن يكون الجمل مثلا، هل يمكن، هل يقبل عاقل أن نساويه، أن نساوي هذا الجمل مع كائن آخر خلق بحري لبيئة بحرية أو لبيئة جبلية؟ ممكن تشي يعني، ممكن واحد يطرح فرض؟ ما زال ثمة فرق سايكولوجي فسلجي، قطعا سيكون هنالك فرق أخلاقي أيضا. لازم نفرق بين الأحكام، بين الأخلاقيات، بين التبعات، بين ما يلزمها وما يلزمني. شوفوا بعض الفروق بعد الصلاة على محمد وآل محمد. خلي فكرك وياي، جزاك الله خير، خلي فكرك وياي. مثلا فرق أول، فرق ذكرى، طبعا راح أذكر من هنا وهناك ما بين الفروق السايكولوجية أو الجسمانية البدنية أو الفسلجية منا ومنا. أولا أيها الأحباب، الفرق العاطفي، كل إحنا نعرف هذا ومشهور، بس شوي نضيف له فد شيء يعني نعطي فد لمسة الليلة. فرق العاطفي، شنو يعني الفرق العاطفي؟ المرأة عندها عاطفة وعندها فوق مع العاطفة عقل فطن. خاف واحد يظن أنه عاطفة يعني من دون عقل، لا لا لا، أكو فد طريفة لازم نلتفت لها، إذا ما التفتنا لها تصير عندنا هاي النظرة الدونية للمرأة نستحقرها، أنت عاطفة ما عندك عقل. ليس صحيحا، عاطفة زائد عقل. طبعا حتى احنا عندنا نسبة عاطفة عندنا، لكن أقل من نسبة عاطفتها. اللي يصير شنو؟ اللي يصير أن عاطفتها تغلب العقل، الرحمة، رحمتها، عاطفتها في بعض الموارد، يعني لو تقاطع العقل مع الرحمة والعاطفة ستقدم العاطفة والرحمة على العقل. التفتوا؟ وهذا ملحوظ، ما يراد لبرهان، ملحوظ عند المرأة الشرقية الغربية ما أدري كذا في مختلف الأجيال عبر الأزمنة والأمكنة، معروف هذا، ما يحتاج نتناقش به، صدق يو كذب، لا صدق وموجود. زين، تريد تكابر ذاك شيء آخر.
بالواقع هذا موجود. زين، فلو ساويناها مطلقا غضينا الطرف عن هذا، مثال مما سيحصل، افترضوا لو أن المرأة متساوية مع الرجل وتروح تخطب لنفسها، هي تروح تخطب زين، وفد رجل رفضها قال لا والله ما تفيديني مثلا، حالة الانكسار العاطفي التي ستكون عندها ما هو مداها؟ صعب جدا، صعب جدا. احنا لا نقول مو هالشكل، احنا ما نساويها بهاي المسألة، الراعي الإسلامي راعي، قال لك عاطفتها أغلب هنا في هذه النقطة، الخطوبة التقدم من الرجل إلى المرأة، مرأة تكون جليسة زين، تقصد كالملوك، تقصد زين، وتملي شروطها عبر أهلها، أريد 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 كذا، تقبل أو ما تقبل براحتك. شوف تعزيز العاطفة لها على الرجل، جميل. اثنين، فرق سعة الحفظ، سعة الحفظ هذا أيضا من الذي يعني من الأشياء اللي لأنه ما نذكرها، ما مفعل هذه الثقافة في مجتمعنا، فكثير من الخلافات بين الرجل والمرأة سببها عدم الالتفات الذني، ما ملتفتين الذني. سعة الحفظ عند المرأة أوسع من الرجل، التفتوا سعة الحفظ، ولذلك هي قادرة على أن تستمع لأكثر من طرف في آن واحد، عجيب. نعم، لأكثر من طرف يتحدثون 4-5، هي تستمع وتفهم من كلهم، إحنا ما نقدر، احنا في الديوان لما نقعد واحد يسولف والكل يصغي، صحيح؟ واحد يسولف، اذا صاروا اثنين قال من رخصتك ابو فلان خلي يكمل، من رخصتك، وهكذا صاير عندنا لولا. اما هي لا، هي قابله، قادره على ان تستمع لاكثر من طرف في آن واحد، عجيب. ثانيا، هي قادره على ان تتحفظ، ان تحفظ يعني ان تحفظ ابعد الكلمات التي ربما انت لن تفكر بها. مثلاً أنت قلت على سبيل المجاملة في الليلة الأولى من الزواج، الليلة الأولى قلت كلمة ولو على سبيل المزحة مثلاً أو على سبيل المجاملة معها، ستحفظها، يمكن تذكرك بها بعد 10 سنين. أنت مو قلت هالشكل أول ليلة العرس، ليش خالفت؟ عجيب، أنت أصلاً مو ذاكر ليلة العرس كلها، كلها ما ذاكرها، ذاكرتها أوسع. زين، وهذا طبعا له ايضا امثلته، واحنا نكتفي بهذا المقدار فيها. ايضا من الفروق الثالثه اخواني، فرق الادراك الاجمالي والتفصيلي. نحن الرجال ركبنا، شوف هاي فروق، شلون اقدر اساويها بالرجل بعد؟ نحن ركبنا هكذا، صممنا شكل الرجال على الادراك الاجمالي. الادراك الاجمالي يعني شنو؟ يعني القضايا الكليه اقدر ادركها بسهوله بسرعه. المرأة لا تقتنع بهذا، تريد أن تدرك الأشياء تفصيلاً جزئياً. مرات نصير إحنا وياها على خصام، يعني نختلف، زوجتك أمك أختك كذا بناتك تختلف في هاي النقطة، إذا ما تلتفت لها وما تعرف طبيعتها وطبيعة نفسك أنت، تقعان في مشكلة، في تصادم. مثلاً أنت جاي من 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 سفر، صار 7 أيام 10 أيام بعيد عنها عن زوجتك مثلاً، وجئت الآن وهي متشوقة أن تسمع ما الذي جرى عليك، شنو القضية، المعاملة، ما أدري أنت وين رايح، مسافر، تجارة، شيء، أي شيء يعني، مشكلة، إصلاح ذات بين، فأنت تجي تريد السولف زين، وهي تريد تسمع من عندك، فأنت عادة تكتفي بالإجمال، والله وصلنا لهم الحمد لله، أبو محمد حكى واقتنعوا الجماعة ومشت الأمور. شنو المرأة لا تقتنع بهذا، سولف لي تفصيلا شنو صار. هي إذا تحدثت أيضا، هي إذا تحدثت وأنت تستمع إليها، أنت بسرعة تدرك المطلب، يسولف تفصيلا، طلعنا وصلنا لاقتنا جينا كذا، تفصيلا أنت أدركت الشيء الكلي منها، قلت لها أي فهمت الوراها، تتضايق هي، خلي أكمل، فهمت أنا خوتة، فهمت أدري، بس طبيعتها ما تسمح. استمع إلى تفصيلاتها. 3، التعبير، لا 4 يمكن وصلنا، التعبير. أيها الأحباب، إحنا عندنا التعبير عندنا، نعبر للأشياء يعني لاحتياجاتنا، نعبر حتى نتمكن من نقل معلومة، من نقل معلومة، عندي معلومة أرد أنقلها، عندي فت قضية أرد أسولفها، جميل جدا. للتعبير نستخدم التعبير لذات التعبير، يعني لنقل الأفكار إذا جاز التعبير، لنقل الأفكار.
هي إضافة إلى هذا عندها ميزة أخرى، تستخدم التعبير ليس فقط لنقل الأفكار، لا افتهم هذه القضية، كن تفتهمها، يعني الرجل اللي عنده مشاكسة مع المرأة كن يفهم هذه القضية، فرق، هذا فرق جوهري خلقه الله سبحانه وتعالى فيها، وهو أن التعبير في بعض الأحيان تريد منه التواصل مع من تحب، يعني تريد أن تتحدث معك مو لذات الحديث، لا تريد أن تتواصل عبر الحديث معك، التفت؟ فأحياناً بعض الرجال ينطي حلول للمرأة، هي تحدثه عن مشاكلها، جملة من مشاكلها تتحدث معه، هو يبادر ينطيها حل، تتضايق، أنت تتعجب يابا جاي يعطيها حل، ليش تتضايق؟ تتضايق لأنك تقطع طريق التواصل معك، أنت خلاص طيت الحل يعني سكتي، خلاص طيت الحل سكتي، يعني إذا سكتي يعني لا تتواصلين وياي، كنت تعرف أنت متى أرادت تعبير، متى أرادت أن تعبر لنقل الأفكار، ومتى أرادت أن تعبر لذات التواصل فقط، لذات التواصل طبعاً، وفروق كثيرة. زين، التساوي وين إخواني؟ التساوي وين؟ التساوي نحن نقره، الإسلام يقره، لكن في وجوه نعم نتساوى، مثلاً في الإنسانية، هي إنسانة وأنا إنسان، نتساوى. زين، إنا خلقناكم من ذكر، قرأنا الآية، وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. زين، نتساوى أيضاً في المآل، في النتيجة النهائية، بعض الرجال في الجنة وبعضهم في النار، بعض النساء في الجنة بعض النساء في النار، صحيح؟ قال الله تبارك وتعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من يعمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. زين، إلى آخر السياق. ففي المآل نتساوى، لكن في التكليف لا يمكن أن نتساوى، ليش؟ لأن فرق أكو، فرق. زين، ماذا يجب أن نربي، على ماذا يجب أن نربي بناتنا؟ إذن وفق هذه النظرية الآن اللي طرحناها، أو هذه النظريات، جملة نظريات الآن، على شنو لازم نربي بناتنا؟ على شنو لازم نوعيهن؟ على جملة نقاط أيها الأحباب. أولاً، كون الرب البنت، كون الرب المرأة أو البنت على التوازن العاطفي، يعني يا مرأة صح العاطفة أغلب من العقل، لكن مو في كل الموارد، أكو بعض الموارد كون تتساوى أو تغلبين العقل، يعني مرن نفسك، علميها، دربيها في بعض الموارد العقل ولا العاطفة. مثل إيش هاي الموارد؟ مثلا لو صادفت الثعالب من بني الإنس، ذولا ماكو كلام معسول كذا تصرف إلى آخره، فيجرونك إلى الحرام، لا تتعاطفين وياهم، خليش عقلانية، قد يجرونك إلى فقدان الشرف والعياذ بالله، ممكن صايرة. أو مثلا مثال آخر، أو مثلا طفلك لا تخلين عاطفتك تغلب في التربية، مثلا كمثال أجيب مثال حتى الفكرة تكون واضحة، مثلا بعض الأطفال يبكي لأي شيء يريده، كل شيء يريده يبكي، يطلبه بالبكي، هي تتعاطف قلب أم، تنطيه اللي يريده تنطيه إياه، فتعلمه على الخطأ، هنا العاطفة لا تشتغل يا مرة، شغل العقل. أحيانا يعني نطلب بعض الأطعمة الضرة، صحيح؟ يطلب بعض التصرفات ممكن تطلع من عنده دم، جري دم. زين، فمو صحيح. مثلا في الشدائد، يعني لو رأيتي طفلك مثلا يغرق أو جرح، طلع من إيده دم، من رجله انجرح وقع، فلا تلجئين إلى الصراخ، تعالوا يا معودين كذا، مو صحيح هذا، لا تستخدمين العاطفة هنا، استخدمي العقل، لأنه قد تفقدينه بالمرة. لا فكر بعقل الآن، هذا غريق كيف أستنقذه، هذا مجروح كيف أسعفه، كيف أقدم له الإسعافات الأولية، العقل هنا بعد. زين، شيء ثاني يجب أن نربي البنات عليه، بناتنا، حتى ينشأ هذا في أذهانهن وهن صغار، يعني نطبعهن عليه، احترام العلم. المرأة المتعلمة أيها الأحباب أنس لزوجها، تمام؟ أنس لزوجها، متعلمة، تعرف أكو لغة مشتركة بيناتهم، كذلك صديقة دائمة لأبنائها، ذول الأبناء راح يدرسون، راح يتعلمون، راح يصادقون، راح يصير عندهم علاقات،
فأنت إن لم تكوني متعلمة فلست صديقة دائمة، صديقة مؤقتة لأطفالك، بس يصيرون 15 سنة 16 سنة عرفة ودركة وصارت كتب أصدقاء إنترنت جامعة ما أدري كذا، راحة وخلص ما عندهم لغة مشتركة وياك، ما يقدرون يسولفون لك كل شيء زين، ماكو سبل تواصل. فأنت دوب يعني توصلين بال 18 سنة خلاص صارت علاقة طبيعية بسيطة، شلون تشمه أهلا وسهلا خلاص انتهى كل شيء. فالعلم التعلم للمرأة صديق دائم، تكون صديقة دائمة لذريتها. أيضا أيها الأحباب، من جملة ما يجب أن نربي بناتنا عليه أنه أنت أيتها المرأة ستكونين في يوم من الأيام قدوة في بيتك، قدوة لبناتك، قدوة لأبنائك، قدوة مرحلة من مراحل حياتك راح تصيرين قدوة. فمن الآن عدي العدة، كيف ستكونين؟ أي قدوة؟ القدوة اللي طبعا ها تارة أنت تصير قدوة أو أنت فعلا من الداخل متصالح مع ذاتك، ما عندك كل مشكلة بتاريخك اللي مر، وتارة أنت تاريخك كل عثرات متعثر وتصير قدوة، لن تفلح لن تفلح. أقلها في نظر ذولا يشوفونك قدوة صحيح، لكن مع نفسك أنت لست راضيا عن نفسك، لست قدوة حقيقي، لست قدوة مثاليا. فمن الآن أدب نفسك أن تكون، عد نفسك أو عدي نفسك جهزيها على أن تكون قدوة صالحة فعلا، قدوة صالحة. أيضا من جملة ما يجب أن نربي بناتنا عليه العفة والحجاب. دخلنا الآن آخر شيء، آخر موضوعنا هذا، وتوسع فيه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الحجاب إخواني له مظهر وله مخبر. مظهره قطعة القماش هذه بالحدود المعروفة زين، يعني ستر كل البدن ما عدا قرص الوجه والكفين، ظاهر الكفين يعني، هذا هو هذا الحجاب مظهره. مخبره ما هو؟ مخبره العفة النفسية، العفة النفسية الداخلية للمرأة. التفتوا، هذه العفة النفسية إخواني لها يعني لها فوائد جمة كثيرة جدا، على رأسها على رأس الفوائد بصورة سريعة، الحجاب أيها الأحباب يحفظ لنا التوازن في المجتمع. عندنا كثير من الشباب للأسف الشديد بس يشوف مرة سافرة متكشفة متزينة يفقد صوابه يفقد عقله خلاص. بعض النساء ضعيفات النفس تستخدم هذا التزين، تستخدم هذا التبرج، تستخدم هذا التكشف لمصالح شخصية ذاتية، تمرير أشياء معينة زين، يخرب المجتمع. سبب شنو؟ سبب هذا النمط عدم العفة. المرأة المتعففة من الداخل ومتحجبة من الظاهر سيتعامل معها الرجل بحيدة كاملة، سيكون طبيعيا تجاهها زين، يكون طبيعي تجاهها، فيتعامل على أساس قدراتها. عندك كفاءة تأخذين التردينة، ما عندك كفاءة وقدرة وكذا إلى آخره، لا ما راح تستغليني. توازن في التوازن في المجتمع. اثنين، ما أشارت إليه الآية المباركة اللي بديت بها المجلس، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول المرأة إذا كانت متحجبة في الظاهر متعففة في الباطن، كل ساعة عيد هاي الحكاية متعففة في الباطن. ليش؟ لأن إذا كانت متحجبة في الظاهر وليست عفيفة في الباطن في باطن نفسها ستدمر المجتمع، ستدمر المجتمع. أنا أقول لك حقيقة زين، لا أقل لا أقل، ستكون صادة للناس عن دين الله. تصير نظرة عند الناس إنه يا بترى المحجبات كذا، وهذه قمة الظلم، هذه قمة الظلم، تكون ظالمة هذه المرأة. هنا نستجير بالله. فيحفظ التوازن، هذا واحد يحفظ التوازن. ثانيا إخواني تعاملوا وياها على أساس الكفاءة، على أساس الكفاءة. ثالثا لن تؤذى، لن تؤذى لو عرفك الرجال متحجبة عفيفة في الباطن، خلص الكل سيقف إجلالا لك. سبحان الله، من 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 جربت هذا ستعرف، ستعرف سيقف الجميع إجلالا لك احتراما لك زين، لن يؤذيك أحد بشطر كلمة، هذا معروفة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد إلهي
ذلك أدنى أن يعرفنا، يعرفنا بالحجاب والحشمة الباطنية، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ما حد يؤذيهن بعد. يا سبحان الله، وعد إلهي. على أنه يجب على المرأة، كلمة أخيرة أقولها، يجب على المرأة أن تستشعر أنها الكائن الوحيد الذي يتشرف في نهز كثيرة من حياته بتلقي وحي من الله سبحانه وتعالى. مأنوسة بالوحي، كيف يعني مأنوسة بالوحي؟ يعني شيء من أشياء الوحي الإلهي. ما هو؟ حينما تكون حامل، يصير تقول حامل المرأة ويصير تقول حاملة في اللغة العربية، اثنين صحيحات. فحينما تكون المرأة حامل في الشهر الرابع ينزل عليها وفد من ملائكة الله يحملون سرا من أسرار الله، وهي الروح توضع في بطنها في أحشائها. سبحان الله، هذا شرف لهن كما قال بعض النابهين دون الرجال، دوننا احنا ما عدنا الميزة. زين، هذا شرف يحسب لها، يحسب لها. فبما أنك شيء ثمين عند الله سبحانه وتعالى، أحاطك الباري تبارك وتعالى بمجموعة من الاعتبارات، مو تضييقا عليك كما يروج أعداء الدين، بقدر ما هو احترام لك، إضفاء للاحترام والهيبة والإجلال، جعلك كالملوك لهم حشم وخدم وحاشية وكذا، يلا يوصل إليها. ليست شيئا طبيعيا، هذه نصف المجتمع، تكوين المجتمع يبدأ منها، تكوين المجتمع. فأيها الأحباب، أخير شيء، عندنا نموذج، نماذج عندنا في الإسلام، نماذج ليس نموذج، لكن اللي نريد نذكره الليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، من النماذج العالية عند آل محمد عليهم، عالية الشأن، عظيمة الشأن، كبيرة المنزلة، جليلة القدر عند آل محمد عليهم السلام، السيدة فاطمة المعصومة. أيها الأحباب، اللي الإمام الصادق عليه السلام واعد اللي يزورها بالجنة، واعد بالجنة، اللي آل محمد عليهم السلام اعتبروا حرمها حرم لآل محمد. قم المشرفة، باب من أبواب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى، باب من أبواب الحوائج إلى الله. إخواني، بعض المنامات، بعض الرؤى إحنا نتحاشاها على المنبر، ما نذكرها. ليش؟ أكو فد ظاهرة أو فد موجة، يا أبا أبعدوا المنامات عن المنبر، خلوه منبر عقلي، خلوه منبر علمي. صحيح، صحيح، لكن ليس بالمطلق إخواني، ليس كل رؤية، كل منام يجب أن يبعد عن المنبر أو عن ساحة الطرح. لماذا؟ لو كان هذا صحيح لكان القرآن قد أبعد الرؤى والأحلام عن القرآن نفسه. زين، أكو رؤية للصالح، أكو رؤية للصالحين، أكو رؤية ليست للصالحين لكن يفسرها إنسان صالح وتقع. زين، مبشرة، هذه تقوي الإيمان، تعزز الإيمان، لكن إسهاب وتطويل وطابع نطبع المنبر به، هذا طبعا صحيح، خطأ، هذا خطأ. لكن لا غنى لنا من التذكير، من تذكير المؤمنين، إنعاش المؤمنين ببعض الرؤى. أحد أساتذتنا رحمة الله عليه حدثنا في مرة من المرات، قال: لحيت على السيدة المعصومة أتوسل بها، أنه سيدتي أنت شلون وصلت لها المقام هذا، صغير كبير العالم كذا، آل محمد، أحاديث وعظمة، عظمة السيدة المعصومة، شلون وصلتي؟ قال: بعد سنين متطاولة أنا ما مليت أتوسل، كل فرصة تفتح لي أن أتوسل بالسيدة أتوسل أطلب، كيف وصلتي سيدتي؟ كيف وصلتي؟ قال: فتشرفت بلقياها، برؤياها في المنام في عالم الرؤيا، وقالت هذه الكلمة، قالت: نلت ما نلت، تفت، لأني كنت أكثر النساء تشبهاً بأخلاق أمي فاطمة. ذاك الزمان أكثرهن تشبهاً بآل محمد، بسيدة النساء فاطمة، أنا. فأعطاني الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر، أعطاني هذه المنزلة العظيمة. مولانا يكتب الإمام الرضا من كان بالغربة بمرو، مدينة مرو، يكتب لهم، يكتب الأهل عائلته: يابا تعالوا مشتاق لكم. قدموا قافلة 400 ما بين رجل وامرأة، قافلة 400 شخص. سمع المأمون العباسي أرسل لهم 12,000 مقاتل، لأن ذولا إذا أجوا 400 رجال نساء أهل الإمام الرضا، والإمام الرضا علميته ومناظراته، فتشأن إلى أصبح في العالم.
ممكن خطر على خلافتي، حتما خطر على خلافتي. فصدهم يحيى بن هرثمة، قال له تروح الموكب الأربعمية لا يوصلون أبدا، رجحهم وإن أبوا فالسيف قاتلهم. وفعلا التقى بهم في نيشابور، منطقة نيشابور، زين، وانقسموا قسمين، قسم من النساء والضعاف من الأطفال الرجال راحوا تقودهم السيدة فاطمة المعصومة إلى جهة من الجهات، قسم من الموكب لا قاتلوا بعضهم إخوة الإمام الرضا، انقتلوا اثنين واثنين من عندهم فروا. على كل حال قصة في ليالي بيشاور السيد الشيرازي رحمه الله معروفة، الكتاب المعروف المشهور جدا، سيد محمد الشيرازي مشهور جدا هذا ليالي بيشاور. على كل حال قصة تفصيلها هناك. فالسيدة المعصومة وصلت مشارف قم، عندنا بعض الروايات تقول هي ماتت قبل الرضا عليه السلام، بعض الروايات تقول ماتت وراء الإمام الرضا. توجيه أنها ماتت قبل الإمام الرضا شلون؟ نوجه أن المأمون العباسي أشاع في المماليك، أشاع خبر كاذب طبعاً، أن الرضا قد مات، زين؟ والناس صدقت وبدت تبكي الشيعة، والناس ما أدري كذا، أقامت عزاء للإمام الرضا تمهيداً لقتله، حتى يقتله فترة فعلاً، بعدين قتل الإمام الرضا عليه السلام. الممالك البعيدة كتب لهم قبل مدة أن الرضا مات خلص، زين، فيقولون لعله هذا الخبر، أخبار أنها ماتت قبل الرضا عليه السلام، هو هذا المقصود من عنده، أو بعد الرضا عفواً، وهذا المقصود من عنده الخبر، لا موت الرضا حقيقة. مولانا على كل حال يقول منهكة وخائفة ومتعبة، وياها جمع من النساء وصلت مشارف مدينة قم، مشارف مدينة قم، يقول سألت جاريتها أو طلبت من جاريتها، قالت لها تروحين تدخلين مدينة قم تجيبين طعام لنا وعلف لدوابنا، وإحنا ما نقدر ندخل مدينة قم، نخاف، خاف ذولا عيون، خاف ذولا أعداء، خاف ذولا كذا. يقول فعلا استقرت، دخلت هذه الجارية، رأت منظرا عجيبا في قم، أن الأسواق معطلة، دكاكين مقفلة، الناس في حزن، في مصاب. يقول تخاف وتخجل أن تسأل شو تسوي؟ صارت تمشي إلى أن شافت فد مسجد حسينية بهالتعبير هذا، بناء فيه نساء يلطمن يندبن يبكين يصرخن، دخلت عليهن، قالت لهن ايش صاير عندكم؟ مدينة قم ايش بيها؟ معطلة كذا، صاير عندكم؟ في الناس في حزن في مصاب. يقول نظرنا إليها، قلنا لها يا هذه نراك غريبة، قالت لهم نعم أنا من أهل المدينة، مدينة طيبة، نعم من طيبة. قلنا لها عجبا عجبا، أما سمعت بالإمام الرضا؟ يا لقد قضى نحبه غريبا مسموما وحيدا في طيوس. يقول بكت الجارية لطمت رأسها صاحت قالت لهم يا أهل قم إذن هذه أخت إمامكم على أبواب مدينتكم جاءت للقاء أخيها. يقول خرج أهل قم رجالا نساء لاستقبالها بأعلام السواد ورايات الحزن، لما رأتهم من بعيد أحس قلبها بالشر، صاحت يا فلانة ما الذي جرى أخبريني؟ يقول إلى أن وصلت قريب منها صرخت وقالت أعظم الله لك الأجر بأخيك الرضا، هؤلاء يقولون لقد قضى نحبه غريبا في طيوس. جاية تشوف أخيها تسمع خبر وفاته شلون صعب عليها. يقول صاحت وأخاه وعلياه، ثم وقعت إلى الأرض مغمى عليها، أحطنا النساء بها رششنا عليها الماء ما أفاقت، صحنا عليها ما أفاقت. آجركم الله. قال حركوها وإذا بها ميتة، فارقت الدنيا بس سمعت أخوها ميت.
يا أبا ماتت 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 يا أبا ماتت حين ما سمعت بموت الرضا المعصومة. لا لا كون تبكي بعد كون تبكي هنا يم الحسين اسمع شو يقول الشاعر. ماتت حين ما سمعت بموت الرضا المعصومة لا شافت ترضى الخل لا شافت ترضى الخيال والدم غير رسومه. أقول الله يساعدك الله يساعدك عظيم يا زينب المظلومة الله يساعدك عظيم 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 يا زينب المهضومة شافت أخيها على الثرى. أقول يا لا والشمر يقطع من حرى أو جثت بدمها معفرة معفرة يا ويلي المعصوم أخوها انشال فوق الرأس وتشيع وجسم الطاهر تغسل بدال الماي بالمدمع. يا شاعر قالوا زينب شافت المظلوم جسم على الثرى مقطع جسم على الثرى مقطع شلون جا مهرب اليمة الزينب بالخبر وجروح دم يناديها غدا وللحومة يومي هاي دموم خيج مو دمومي يا زينب يا زينب يا زينب قوم لحق حسين قومي يا عفت الوحدة والشمير يا أما يا يقول يقول طلعت فازعة طلعت فازعة من في خدرها طلعت فازعة من في خدرها من راد الشمر يذبح عمرها تركض زينب تركض والوسيعة ما تلمها ما بين الجثث تعثر جدمها النوبة تصيح ابوها ونوب امها وثقل النايبة يجر بأثرها وصلت يمه قالت للشمس غابت يا خويا وشل الغروب خويا نجي خويا الشمس غابت يا خويا وشل الغروب اجيتك والهوى يعثرني بالثوب يلي قضيت نوبك صار للنوب خويا دليني أدير الوجه يا صوب يا صوب دليني أدير الوجه يا صوب وأنا ما ماشي وديان ودروب ايه اخويا انا ما ماشي وديان يا نويد ريوب يقول قعدت يمه تحكي وياه يقول اشارلها بصوت ضعيف قالها عليك بأبي الفضل العباس قامت قامت من عندي ابي عبد الله قصدت قمر العشيره أول ما وصلت يمه قعدت يمه تقل لأخويا ترى انشاد ترى انشاد ترى انشاد أنا باسمك يا أبو فاضل ترى انشاد
ترنشاد وعليك الطاغي يا اخويا ترنشاد خبرك حبل بمتوني بمتوني وأويلاه أخبرك حبل بمتوني ترنشاد خويا أسكت لو أكمل الصاربي حرم السبط من فرات مباح كيف أهنى بشرب ذاك القراح حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اقض حوائجنا اشف مرضانا يسر أمورنا عافنا واعف عنا يا كريم يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم واجعل هذا البلد بلدا آمنا مستقرا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج مولانا واجعلنا من أنصاره وأتباعه والشهداء بين يديه إخواني وأخواتي من سألون الدعاء اللهم بحق الحسين وحرمته عندك صل على محمد وآل محمد واقض حاجة كل محتاج اشف جميع المرضى يا الله طالبي الذرية من عليهم بالذرية المباركة يا أرحم الراحمين القائمين لهذه الخدمة تقبل يا ربي منهم بخير قبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين وشيعة علي أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات